السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحصة هذه إن شاء الله راح نشوفوا كيف نتعامل مع الحلقات التكرارية while و for في المطلب. أول مثال أبسط مثال راح نديروه إنه نحسبه كيفاش نحسبه معدل الطالب في الجامعة. يعني راح نحزو ليه مثلا زوز مقاييس بمعامل 3، زوز مقاييس بمعامل 2، وثلاثة أو أربعة مقاييس بمعامل 1، حتى تكون نوع في لي بروسيدور راح نحتاجوهم إن شاء الله. نبدأ في إن شاء الله في لي موديل للمعامل تاعهم 3. أول حاجة لازم نديروها كده نعود نستعملوا التكرار، إنه نعملوا زانستريكسيون وبعد نستخدمه نشكلوا لابوكل تاعنا تكون تحصر لنا لي زانستريكسيون في الوسط تاعها. تبعوا معايا كيما رايحين نديروا. A تساوي input مثلا دوني مو نوت تي دي مثلا، وبالنسبة ل B تساوي input دوني مو نوت راح نمسح الشرطة هذه. الآن راح نعمل متغير نحسبه به المويان تاع الموديل هذا، أ ضرب 0.4 و ب ضرب 0.6، لأن الأ هو نوت تي دي و ب نهزها إلى نوت كنترول. إذا حبينا أنه نضربه في المعامل 3 هكا راح تكون النتيجة غلطة، لازمنا نستعمل الأقواس، لأنه إذا كان معندناش الأقواس وما عندناش ضرب 3 راح المطلب كما قلنا يتعامل مع قوانين الرياضيات في سياسة العمليات، لأنه راح يمد الأولوية للجداء والقسمة على الجمع والطرح. بالنسبة لهنا يعني إذا كان عندنا في ضرب 3 راح يضرب يعني يعمل لها ذومة ثم الوالي ومن بعد يزيد لها مذومة. إذا لازمنا نستعمل الأقواس. بالنسبة لنا نحن هكا حسبنا تاع موديول واحد، إذا حبينا أكثر من موديول يعني راح نديرو تكرار، يعني راح نستعملوا الحلقة التكرارية. بالنسبة لهذه راح نستعملوا فور اي تساوي واحد حتى دو موديول أو أكثر. كما قلنا الفور راح تستعمل إذا كان عندنا عدد من التكرارات المعلوم. الآن لازم لنا فاريابل آخر، متغير آخر يحسب لنا المجموع، مثلا اسمه Q يساوي لنا اللي هو Q زائد W. لازم ليه بالطبع قيمة ابتدائية. اللي ما فهمش كيفاش درنا المتغير هذا يشوف لي فيديو المرة اللي فاتت بالنسبة للحلقة while ولا for، راح تكون بالتفصيل الممل وكيفاش يخدم بها يعني المطلب كيفاش يتعامل معاها. بالنسبة لهنا كملنا حسبنا المقياسين المعامل تاعهم 3. الآن رايحين نحسبوا المقياسين المعامل تاعهم 2. رايحين نكتبوا كيما قلنا الساعة التعليمات كيما شفتوا باش تجينا أسهل وما نغلطوش. نعم راح نستعملوا كوبي كولي حتى تسهل علينا الخدمة، فقط إنه نغيروا في المتغير في لي فاريابل تاعنا راح نستعملوهم. مثلا هنا راح نديرو اكس تساوي لينا سي ضرب 0.4 زائد دي ضرب 0.6. كما قلنا نستعملو الاقواس. ضرب 2 للمعامل. الآن حسبنا تاع وحدة يعني كيما نقولوا تاع موديول واحد برك. إذا كان عندنا تكرار إذا نسموه حلقة تكرارية في لوكا يعني هذه الحين نستعملوا while حتى يكون الناس كلها يعني تفهم. حتى أقل من أو تساوي لنا 2 حاجة باينة، راح نمدوا قيمة ابتدائية اللي هي تكون 1. بالنسبة للكونتور نعمل end، نعمل الخطوة تاع الكونتور جي. عفوا هنا بالنسبة لنا نستعملوا جي لأنه الإي خاصة بلابوك الفوقانية.
هسه ما تصبح تولي محجوزة. لازمنا نعملو فاريابل اخر يحسب لنا المجموع تاع المعدل تاع المقياس ضرب الموامل تاعو، اللي هو مثلا راح يكون مثلا اف تساوي لنا اف زائد اكس هكذا. يعني رايحين لازم نمدو قيمة ابتدائية للمتغير اف، هو يكون اسفل. بالنسبة لهنا كملنا الحساب تاع لي موديول، الزوز لي موامل تاعهم اثنين. الآن مازلنا نحسبو تروا موديول تاع المعامل تاعهم واحد، يعني انه فقط انه نجمعوهم، نكتبو الانستركسيون تاعنا او تساوي input. بالنسبة للميساج هذا اللي يظهر المستخدم، أي واحد يقدر يتحكم فيه، تكتبه بالشكل أو بالطريقة اللي تساعدك. لازمنا نعمل ذلك لابوك مثلا فور، مثلا فور مثلا اي تساوي واحد حتى اثنين عندنا انت. لازم لنا الفاريابل اللي يحسب لنا المجموع، مثلا اس ما استعملناش، اس تساوي لنا اس زائد او. يعني لازم لنا نمد قيمة ابتدائية بالنسبة لاس اللي هي تكون صفر، ونصلح هي دي. الآن كملنا من المجموع، لازم نظرك نحسب المجموع تاع كيو زائد اف زائد اس تقسيم عدد مجموع المعاملات. نسمو مثلا ار تساوي لنا، لازمنا نستعمل هنا الاقواس، لانه رايحين نقسمو على المجموع، لانه هنا 6 هنا 4 وهنا 3 ويكون 13. نجمو اس زائد اف زائد كيو يدير لنا المجموع تاعهم ويقسمهم على 13. نخبوا كيما نقولوا نديروا السيف بالنسبه للفيشي تاعنا في الدوكيومون مطلب، ومن بعد باش نعملوا العرض تاعنا في الكوموند ويندو حتى نشوفوا تراه اسكو صحيح الخدمه تاعنا ام لا. رايحين في المثال هذا نمدوا اي نقطه 12 ونشوفوا اذا أو تخرج لنا المعدل 12 او لا، حتى نعرف ارواحنا صحاح. عفوا هنا يعني عندنا تروا موديول ما همش اثنين. بالنسبة للكونتور تاعنا نعمله فقط سيف ونعود نديره. كما تشوفوا عملنا نقاط لكل 12. بالنسبة للمعدل كما تشوفوا اللي هو R خرج لنا 12. يعني بالنسبة للبروغراماسيون تاعنا راهي صحيحة. كما شفتوا يعني استعملنا يعني الحلقات التكرارية، وشفتوا كيفاش نتعاملوا معاهم وكيفاش نخموا وقتاش يعني نستعملوهم. بالنسبة كي يعطينا تمرين يعني نحسبوهم وكيفاش الطريقة تاع الكتابة تاعهم. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من الاكزرسيس هذا، وان شاء الله راحين يكونوا يعني تمارين اخرين اصعب منك، لانه هذا اسهلهم، يعني هو اللي يعمل لاباز بالنسبة للبروغراماسيون في المطلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.